about our arrival before we begin our descent. Looking after yourself. أوجه السلامة على متن الطائرة. يرجى مراجعة بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في جيب المقعد الذي أمامك.
الثانية والثلاثين رحب بكم في مطار دول فيينا بالنمسحة التوقيت المحلي يشير إلى الساعة 12:35 مساء ودرجة الحرارة الخارجية 3 درجة مئوية. من أجل سلامتكم يرجى من حضرتكم بقاء جالسين في مقاعدكم مع ربط أحزمة المقاعد لأن تتوقف الطائرة نهائيا وتدفع شرط أحزمة المقاعد. على جري انتباه بالمتخلى في الأماكن المخصصة لذلك في المطار. كما نرجو من حضراتكم التأكد من أخذ جميع أمتعتكم قبل مغادرة الطائرة. لما تكون خطوة جوية القطرية ضمن مخطط رحلاتكم المستقبلية للحج والاستبشار على جازية موقعنا على qatarairways.com. بالنيابة خطوة جوية القطرية وتحالف العلم واحد وقائع طالع كابتن بوان وخطوط مشتركة وبقية أفراد طاقم. نتمنى لكم لقاء ممتع في فيينا. وإذا كنتم واصلين حتىكم جزيرة أخرى فنحن نتمنى لكم الحسن آمنا. أخوة الجوية القطرية معني لكل مكان. شكرا وطاب مساءكم بكل خير. سيداتي وسادتي نعتذر عن التأخير وشكرا على تفهمكم. Ladies and gentlemen, welcome to Vienna International Airport. The local time is 12:30 in the afternoon. The outside temperature is 3 degrees Celsius. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Please ensure that you have all of your personal belongings with you as you leave the aircraft. Also remember that smoking is only permitted in designated areas. You may now use your mobile.